السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل لكم طريقة البط المحشي ورق عنب، لو جربتوها هتعجبكم والله. وعملت جنبها طاجن ورق عنب زي ما حضراتكم شايفين. لو عايزين تعرفوا المقادير والطريقة اسمعوا الفيديو لحد الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد في قناتي انا وبناتي في المطبخ. قبل ما نبدأ الفيديو هنبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا النهاردة هعمل لكم طريقة عمل البط. انا النهاردة هعمل لها طريقة جديدة ومختلفة، وهحشيها النهاردة محشي ورق العنب زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. انا عندي البطاية بتاعتي، انا جايباها بالحجم الكبير اللي انتوا شايفينه ده، ونقعاها لمدة ساعة في مية وملح وليمون وخل وسكر. وعندي بصلايه كبيره انا فرماها في الكب اهو، وحط عليها ملح وفلفل اسمر وتوب الفراخ. اول حاجه هبدا بيها انا هدعك الفرخه كويس بالبصل اللي معانا اهي، هدعكها من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين. وادعكها من جوه كويس بالتتبيله اللي احنا عملناها اهي. التتبيله دي بتدي طعم جميل للبط. هتبلها كويس من تحت اهو زي ما انتوا شايفين. انا تبلت البطايه زي ما حضراتكم شايفين، انا هسيبها في التتبيله لمده نص ساعه على بال ما انا اكون خلصت حشو ورق العنب، وبعدين ارجع لكم تاني نحشي مع بعض البطايه. ورجعت لكم بعد ما البطايه اتبلت معايا لمده نص ساعه زي ما انتم شايفين، وحشيت ورق العنب اهو. طبعا انا محشي ورق العنب انا عملته معاكم قبل كده في فيديو، لو انتوا عايزين تعرفوا الطريقه هتخش على القناه وهتلاقوا الطريقه نازله. اول حاجه هنحشي البط معانا. انا عندي البطايه طبعا انا جايباها كبيره عشان تشيل كميه محشي كتير من جوه. اول حاجه هبدا بيها هدخل المحشي من جوه، هحشيها كويس بس مش هقطع لان المحشي هينفش معانا. هدخل المحشي لجوه، هملى بيها البطايه كويس. زي ما انتوا شايفين انا حشيت البطايه اهي من جوه زي ما انت شايفين اهي. وكده البطايه جهزت معانا. انا عندي الجنص اهي بتاعت البطه، انا هقفل بيها زي ما انتوا شايفين اهو، وهكتفها كويس اهو. زي ما انتوا شايفين انا كتفت البطايه زي ما انتوا شايفين اهو، وعندي كميه محشي ورق العنب اللي زادت انا هعملها في طاجن برضو هوريها لكم. اول حاجه هبدا بيها انا عندي صينيه بمقاس البطه اهي، هحط البطه على الصينيه كده اهي مقاسها بالظبط زي ما انتوا شايفين، وهحط الخلطه بتاعتها من فوق كده هدهنها بيها برضو. انا هعملها في الفرن، هسوي البطايه النهارده في الفرن، مش هسلقها ولا اعمل فيها حاجه، انا هسويها في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. انا عندي ورق الفويل حضراتكم طبعا عارفينه،
انا هغطي بيه البطايه. اهو هغطيها كويس. اهم حاجه ما يكونش في هواء يخش للبطه من جوه، انا عايزه اقفلها كويس. اهو وبكده البطايه جهزت معانا بعد ما لفيتها بورق الفويل زي ما حضراتكم شايفين. انا هدخلها الفرن على رف الفرن نص على اعلى درجه، هتاخد سوى من ساعتين لساعتين ونص، واول ما تستوي هطلعها واوريها لكم، واضيف لها الصوص اللي هيدي اللون الاحمر بتاع البطايه الجميل ده، وبعدين ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني وهنحضر مع بعض الطاجن ورق العنب زي ما انتم شايفين. انا عندي الطاجن بتاعي اهو، حاطه فيه بصل وطماطم وضايف عليه شويه زيت، وعندي مكعب ماجي اهو حط على الطاجن كده زي ما انتم شايفين، وهرص دلوقتي ورق العنب اهو. انا عملت الورق العنب قبل كده معاكم في طاجن واكيد شفتوه، هي دي نفس الطريقه برضو. انا مرضتش اطول عليكم الفيديو والف معاكم ورق العنب علشان الفيديو بس متولش عليكم. اهي هرصه كله فوق بعضه كده لحد ما اخلص الكمية كلها. طبعا انا عندي البطايه بتاعتي ما شالتش كميه محشي كبيره، بس هي شالت يعني كميه حلوه. انا رصيت ورق العنب كله في الطاجن زي ما انتم شايفين. انا عندي قرنين فلفل اهو، هحطهم في النص كده اهو زي ما انتم شايفين. وبكده طاجن ورق العنب جهز معانا، خليكم معايا. انا عندي الطاجن اهو زي ما انتم شايفين، وعندي الشوربه بتاعتي. الشوربه دي انا حاطه لها معلقه الصلصه كبيره، وعندي اللية دي لو مش متوفره عندكم ما تحطهاش، بس انا بحب احطها على المحاشي لان بتدي طعم وريحه حلوه. اول حاجه هبدا بيها هحط اللية على وش المحشي من فوق كده زي ما انتم شايفين، هوزعها كلها. اهو هضيف الشوربه، هغطيه بورق فويل زي ما حضراتكم شايفين. اهو هغطيه كويس. طاجن ورق العنب جهز معانا اهو، بعد ما غطيته بورق الفويل زي ما حضراتكم شايفين. انا هدخله الفرن على رف الفرن نص، هيستوي وهرجع لكم تاني اوريكم المحشي. ورجعت لكم تاني بعد ما البطايه استوت معانا اهي، وشلت منها ورق الفويل. انا عندي الصوص اللي هدهنه بيه، عندي معلقتين كبار كاتشب وعليهم معلقتين صلصه ومعلقه صغيره عسل اسود ورشه ملح ورشه فلفل اسمر. هقلب كل السوائل مع بعض زي ما انتم شايفين اهو. الصوص ده بيدي لون للبطه جميل وشكل احلى كمان اهو زي ما انتم شايفين. هدهن البطايه كده زي ما انتم شايفين اهو،
طبعا البطاطا استوت معانا اهو. هدهنها كويس. البطايه جهزت معانا اهو، انا هدخلها الفرن، انا مش هولع الشوايه، هي بس هتاخد لون في الفرن على نار عاليه، وهرجع لكم اوريها لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما سويت طاجن ورق العنب زي ما حضراتكم شايفين، والبطه اخدت اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا اكيد متشوقين عايزين تعرفوا المحشي من جوه استوى ولا ما استواش، انا هوريه لكم. انا هفتح البطايه معاكم اهو، زي ما حضراتكم شايفين والمحشي من جوه ومورق اهو جميل اهو اهو. هو طبعا البطاية سخنة فعشان كده زي ما انتم شايفين البخار بتاعها اهو، المحشي اهو من جوه مستوي وجميل اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو اهو. جربوها والله هتعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدوس على اللايك وشير وسبسكرايب واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.